بسم الله. عدي عم يحكي مع ابو فله. هلا بسم الله اجا عم فجر بالونه تشفى امامكم. بسم الله فجرنا البالونه. شفا فجرت البالونه. اليوم اشترينا ارعب واخطر بالونات شخصيات اليوتيوب المشهوره اللي انتم بتتابعوهم وبتعرفوهم، وهلا امامكم بدنا نفجر اول بالونه فيهم. لا عدي استنى، اول شيء عرفنا على الشخصيات. تمام رح اعرفكم. طبعا اليوم معاي اخوي كهرمان ومعانا قصي، واول شخصيه بدنا نفجرها هي لمستر بيست، اغنى رجل في اليوتيوب كلكم بتعرفوه. وثاني واحد لسبيك، هذا كتير مرعب. والثالث ابو فله طبعا كلكم بتعرفوه. والرابعه لشفا. بالونة شفا هي اخطر بالونه، رح يصير معنا امور جدا مرعبه لما نفجرها، انا بعرف. واخر شيء لخلود كلكم بتعرفوه كمان، هذا ارعب شيء، حتى البالونه لونها ازرق. انا اكثر شيء متحمس على شفا. شفا كثير مرعب. طيب يلا بدي بلش. اسالك، هذول اغلى واحد فيهم قديش اشتريتها؟ انا هذول اشتريتهم باكثر من 20,000 دولار. واو. هلا جاهز؟ يلا بدي قصه لعيب. يلا علي امسكها. يلا قصه من فوق. يلا يا علي بسرعه. يلا بدي. انا اكثر شيء متحمس لمستر بيس. متحمس لمستر بيس؟ افتح الباب. يلا افتح الباب يا قصي. يلا افتح الباب. يلا على قد ما يلا اطلعوا. تمام يلا بسم الله. هلا يا متابعينا امامكم. لا 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 تكفجرها. ايه يلا نزلت واضرب عليه المقص. لا استنى شوي. هلا يا متابعينا بدنا نفجر بالونة مستر بيست المرعب. يلا يا عدي. اوه يلا تعالوا شوفي بقى البالونة. بسم الله. يوووه هنت حقيبة. حقيبة. يلا بدي شوفي بقلبة. متحمس لها. شوفي بقلبة. شوفي فلوس. بسم الله. مهارات ملانة بالفلوس. رح أعرضها للمتابعين. لا قبل ما تعرضها للمتابعين، هذا مستر بيست الكل بيعرف انه فيه فلوس. ولك ملانة فلوس يا متابعينا. عدي شو رايك تعرضها بآخر الفيديو؟ تمام. يلا خذوها نعرضها. حقيبة فلوس. يلا يلا تعالوا. يا الله لقينا حقيبة فلوس. شكرا يا مستر بيس. هلا يا مهند بدنا نفجر باقي البالونات. يلا تعالوا. يلا يا عدي. يلا عدي انتبه على الشنطة، اهم شيء الشنطة. هاي شنطية الفلوس رح احطها هون. شنطية. يلا هلا صار دور انه نفجر بالونة سبيد، هي ارعب بالونة باليوتيوب. يلا يا عدي شنطية الفلوس انتبهوا. ها لحظة بنجيب عليها. علاء قصة. يلا يلا يا علاء. بسم الله. متحمسين كلكم بتشوفوا. شوفي حطوا لايك للفيديو وشاهدوا المقطع كامل يا متابعينا. اهم شيء شاهدوا المقطع كامل، لا تروحوا ولا ثانيه لانه كل بالونه فيها تفاصيل كثير. يلا يا عودي نفجر البالونه. يلا لايك اللي بحط لايك للفيديو هلا بدي اسوي سحب على اسمه مشان نشتري بالونه من الانترنت المظلم باسمه. يلا يا عودي. اوه بدي اشتري بالونه باسمه. اوه لا تسحب. جاهزين يا شباب؟ يلا يا عودي جاهز. يلا راح نفجر بالونه سبيد اللي من الانترنت المظلم. يلا فجره. بسم الله. اوه يلا تعالوا تعالوا. يلا تعال يا عودي تعال. بسم الله. مهند هذا معه سلاح. هربوا. بسم الله. هربوا 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 هربوا. بسم الله. عودي هو ورانا. عم يلحقني يا عودي عم يلحقني. ادخل يا عودي ادخل. بسم الله. مهند هو اجا. بسم الله اجا. بسم الله. لا تخافوا مني، أنا هنا لمساعدتكم. خذوا هذه الأسلحة من يدي، سوف تحموا بها أنفسكم، لأن البالونات القادمة التي سوف تفجرونها ستكون خطيرة. آه عدي عم ساعدنا، هذا بده مساعدتنا. شكرا. يا الله مهند اختفى. وين اختفى الرجل الأسود؟ بسم الله. وين اختفى سبيل؟ عدي أعطاكم باروتين يعني. أعطانا هدول مشان يساعدونا، لأني قال إنه البالونات هدول كتير شريرة. تعالوا هلا نشوف عن جد هدول بخار. بسم الله. لكن يكون طلع لبرا. لا لا علاء جيب المقص. هلا صار دور إنه نفجر بالونة أبو فلة أمامكم يا متابعين. يلا يا عدي يلا نحن جاهزين. كلكم لايك للفيديو وادعوا لنا بالتعليقات زي كنتوا بتحبونا، واشتركوا في القناه فعلوا زر الجرس لكل الاشعارات. يلا يا عودي. بسم الله. قصي انت انتبه علينا وحرسنا. وانا كمان معي بحرسكم. قصي علاء انتوا حرسوني. تمام لان هدول البالونات كثير اشرار. بسم الله يا متابعينا، قبل ما عودي يفجر بالونه ابو فله حطوا لايك واشتركوا في القناه ضروري كثير. اتوقع يطلع داخلها. تمام جاهزين؟ جاهزين. يلا راح نفجر بالونه ابو فله امامكم. يا الله. يلا انزلوا انزلوا انزلوا. شوفوا البالونه. شو هذا؟ يا اخي في تليفون ايفون. بسم الله. شوف يلا عدي.
اتصال من ابو فلا. يلا عدي رد رد. لك ابو فلا عم بتصل. بسم الله. الو ايه ابو فلا. مرحبا انا ابو فلا. انت عدي؟ عدي بس انت صوتك ليش هيك غريب كتير؟ بسم الله عدي عم يحكي مع ابو فلا هلا. عدي اذا فجرت بالونة شفا رح تظهر من داخلها شفا الحقيقية ولكن شريرة. تمام بس انا رح افجرها. انا اسف ما فيني اسمع. ولكن لا تفجر بالونة شفا. انا هلا عم يحرسوني. انا ما بخاف رح افجر بالونة شفا. هلا رح افجرها. يا عدي اسمعني لا تفجر البالونة. لا خلاص انت يلا بدك شيء. انا بدي سكر بدي اروح افجر بالونة شفا هلا امام متابعيني. يلا سلام. بدي افجر بالونة شفا هلا رغم انه حذرني رح افجرها مشان متابعيني لانني بحبهم. يلا يا مهند عدي بطل لحمشان مشانكم يا متابعين رح يفجر بالونة شفا. حطوا لايك واشتركوا في القناة ضروري كتير. يلا تعال يا مهند تعال يا قصي. انا جاهز يا عدي. يلا يلا يا عدي. هلا صار هلا يا متابعينا الحدث الاكبر رح نفجره لاول مرة في اليوتيوب. بالون شفا اللي من الانترنت المظلم. جاهزين؟ جاهزين. اول مرة رح تشوفوا هيك شيء. يلا يلا يا علاء. شوي 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 مش راح يقص. يلا يا مهند يلا يا عدي. يلا معانا بالونة شفا هلا رح نفجرها امام المتابعين. بسم الله يا شباب. انا بدي منكم تحرسوا كثير منيح. نحن هون لا تخافوا. يلا بسم الله. قصي علاء حرسوا حرسوا عدي من ورا. يا شباب الكل يحط لايك ويشترك بالقناة مشان نشوف ايش بداخل. كفو يا قصي كفو. يلا يا قصي. يلا يا متابعينا رح نفجر بالونة شفا امامكم. يا اوه ارقد 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 لا تحت. شو طلع؟ عدي شفا. مرحبا عدي انا شفا. كيف حالكم جميعا؟ يا الله شفا انت ليش مبينه قصيره كثير؟ انا لست قصيره هذا طولي الطبيعي. اه شفا ما احلاها. يا شفا هلا بدنا نروح نفجر بالونه خلوني. يلا يلا يا عدي. يلا عدي بسرعه بسرعه. يلا يا علاء. يلا يا قصي. شفا عنا في المنزل يا متابعينا. شفا عنا عشان تشوفنا انه نحن مشاهير. هي مشهوره. يلا يلا يا عدي بسم الله. شفا هاي بالونة خلودة هلا بدنا نفجرها. حسنا اريد انا ان اقوم بتفجيرها في يدي. اعطني اياها. طيب اسمع كلامك. هي صغيرة على هالامور. معلش شفا بطلة ما بتخاف. حط لايك. يلا وصل لي اياها. وصل لي اياها. انا متاكد. بسم الله. يلا يا عدي خذيها يا شفا. شوي شوي يا شفا انتبه على حالك. يلا جاهزة لحد الفجرية. يلا لوين؟ شفا عم تهرب. شفا عم تهرب. شفا هربت. صورة. شفا عم تهرب. شفيت المصاري. خلص الفلوس. بسم الله. ودي انا وراك. بسم الله. شفا عم تهرب يا متابعينا. قصي تبي تفجر بالونة. بسم الله يا متابعينا. شفا شريرة يا الله. بسم الله. عدي كيف بدنا نرجع البالونة منا؟ وقفي وقفي يا شفا وقفي يا شفا. تعالي نفجر البالونة من هون. تعال بسم الله. ارمي البالونة. بسم الله بسم الله. ارمي البالونة يا شفا. ارميها. بسم الله فجرنا البالونة. شفا فجرت البالونة.